مساء الخير. اهلا، ازاي حضرتك؟ حضرتك انا هو في كده في الدنيا. انا خايفه اكون معطلكم عن الشغل. لا ده انت تعطلينا وتنورينا وتسعدينا وتشرفينا. هو احنا كنا بنعمل حاجه؟ ده ما فيش اي حاجه بنعملها غير انا والاستاذ نادر بيه. كنا بنسمع جدول الضرب، يعني ما فيش اي حاجه خالص. تسمحي لي اسالك سؤال يا ست الكل، وانت مخطوبه؟ اختي ما بتفكرش في الارتباط دلوقتي يا حاج، الا لما تخلص الدبلومه من الماجستير، اصلها دراسات عليا. يا سيدي، هو حد كان سألك دراسات عليا ولا سفلي؟ انت مالك انت يا اخي؟ يعني هو حتى يعني اللي اتعلمه خدوا ايه؟ ما خدوا في الاخر حتة ورقة علقوها على الحيطة. وبعدين ما تخزنيش يا ست الكل، يعني الماجستير يا حاج، الماجستير زي ما قال الاستاذ نادر بيه، لما تاخديه يعني هتاخدي منه كام راتب في الشهر؟ معلش في السؤال، يعني الراتب اللي انت هتاخديه هيجيب لك كام صابع روج يتحطوا على النبق ده؟ طب يا عباس بيه، نستأذنك احنا دلوقتي. مين اللي يستأذن يا اخي؟ اتشرفت بمعرفتك يا عباس بيه. يلا يا صفا. يلا. عباس بيه، أول مرة أحس بطعم كلمة عباس بيه. في كده في الدنيا؟ ورجعت من السفر ورحت مخزن سليم، لأن حبيبة كانت بمجرد ما بتصرف الفلوس من البنك تيجي توزع علينا الفلوس. فلوسي كنت بحطها في مكان مأمون ومضمون في الفيلا بتاعت أبويا اللي أنا عايش فيها، المكان اللي أنا اخترعته وظبطته بنفسي، وكان صعب حد يوصله، مخبأ سري حتى أبويا نفسه ما يعرفش عنه حاجة. لكن رغم ده كله كنت خايف، والوساوس بتلعب بدماغي. أوشكاش، لهلالك. ايوه جد، بتسمي للحياه. ده انا من ساعه ما وعيت على الدنيا وانت ايه ضربه بوز على طول. ما تاخدنيش في دوكه، بقالك مده مختفي عننا ولا بترد حتى على تليفون. انت اتجوزت تاني من ورانا؟ هيحصل قريب، بس حاجه تانيه خالص غير الوقعه اللي فاتت.